دي الرسالة دار نوصلها. لا عندنا حزب، لا عندنا طريقة، لا نازلين انتخابات دارين الناس يخطوا صوتهم لنا في صندوق الاقتراع، أبدا ما نازلين. دارين الناس يوحدوا رب العالمين سبحانه وتعالى، يوحدوا ربنا عز وجل، ولا يستغيث بغير الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما دعينا الناس للتكفير، ما دعينا الناس للتفجير، ما دعينا الناس لمظاهرات، وإنما دعينا الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بهما نجا، ومن خالفهما ضل وغوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.